طيب مشاهدينا الكرام، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. نشرة الاخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سومالان وابرز ما فيها. رئيس جمهورية سومالان فخامة احمد محمد محمود ادم ومادبة عشاء بمقر القصر الرئاسي. مجلس الشيوخ وجلسة اعتيادية. كانت هذه ابرز العناوين، والى حضراتكم النشرة بالتفصيل. أقام رئيس جمهورية سومالا فخامة أحمد محمد محمود آدم وبرفقته حرم رئيس الجمهورية السيدة أمينة ورس الشيخ محمد شردة وعدد من أعضاء المجلس الوزاري، أقام مأدبة عشاء على شرف وفد المنظمات الإسلامية الخيرية بالمملكة المتحدة البريطانية. أقام رئيس جمهورية سومالا فخامة أحمد محمد محمود آدم وبرفقته حرم رئيس الجمهورية السيدة أمينة ورس الشيخ محمد شردة وعدد كبير من أعضاء المجلس الوزاري ومسؤولين آخرين، أقام مأدبة عشاء على شرف وفد المنظمات الإسلامية الخيرية بالمملكة المتحدة البريطانية والمتواجد حاليا بزيارة رسمية في سومالان وذلك من مقر القصر الرئاسي بالعاصمة. هذا وقام رئيس الجمهورية خلال لقائه بالوفد بتقديم شرح مفصل عن أهم المراحل التي مرت بها جمهورية سومالان منذ نيلها الاستقلال حتى وقتنا الحاضر ومدى التطور والازدهار الذي تشهده في كافة المجالات وكذلك الأمن والاستقرار الذي تنعم به، وأشار كذلك إلى وجود علاقات تاريخية بين سومالان والمملكة المتحدة البريطانية وأهمية العمل على زيادة العلاقات الثنائية بين البلدين. وتابع رئيس الجمهورية من خلال حديثه إلى ضرورة مشاركة بريطانيا في حملات إغاثة المتضررين من موجة الجفاف الحادة والتي تشهدها أقاليم مقاطعات الوطن مؤخرا. وجه فخامته الشكر لوفد المنظمات الإسلامية على زيارتها لجمهورية سومالان، وتحدث بكلمة وزير الشؤون الخارجية معالي سعد علي الشري رحب من خلالها بالوفد الزائر، وأكد أنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك بين الطرفين. وفي كلمة رئيسة وفد المنظمات الإسلامية الخيرية وعضو مجلس النواب بالمملكة المتحدة البريطانية السيدة دانييل أبوت، وجهت من خلالها الشكر والثناء لحكومة وشعب سومالان على حسن الاستقبال والضيافة، وأكدت أن الهدف من هذه الزيارة لجمهورية سومالان هو الاطلاع على حالة الجفاف والتصحر التي تمر بها أقاليم ومقاطعات البلاد، ومن ثم تقديم تقرير مفصل إلى المسؤولين في الحكومة البريطانية للمشاركة في عملية إغاثة المواطنين في الأقاليم والمقاطعات التي تعاني من الجفاف. هذا وقام فخامة رئيس الجمهورية بتقديم هدايا تقديرية لمسؤولي الوفد الزائر. عقدت اليوم جلسة اعتيادية بمقر مجلس الشيوخ ترأسها رئيس المجلس سعادة سليمان محمود آدم وبحضور كافة أعضاء المجلس. تم فيها مناقشة البند 59 والخاص بأمن الجمهورية. عقدت اليوم جلسة اعتيادية بمقر مجلس الشيوخ ترأسها رئيس المجلس سعادة سليمان محمود آدم وبحضور كافة أعضاء المجلس، وتم فيها مناقشة البند 59 والخاص بأمن الجمهورية. وفي كلمة لعدد من أعضاء المجلس أشاروا من خلال حديثهم إلى تجديد حراسة أمن الحدود الجمهورية بما أننا على مشارف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما أشاروا إلى ضرورة ومساندة المواطنين القاطنين في الأقاليم الشرقية التي منها صول وسناك وضرورة عمل جولات تفقدية لتقديم الدعم لهم، وحثوا من خلال حديثهم في ختام مواطني سومالان بضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد بما أننا محط أنظار العالم وعلى مشارف انتخابات رئاسية قادمة. عقد اليوم القائد الأعلى لقوات الشرطة بجمهورية سومالان جنرال عبد الله فضل إيمان مؤتمرا صحفيا، تحدث من خلاله عن عدد من المواضيع الهامة. عقد اليوم القائد الأعلى لقوات الشرطة بجمهورية سومالان جنرال عبد الله فضل إيمان مؤتمرا صحفيا، تحدث من خلاله عن عدد من المواضيع الهامة. شارك في المؤتمر عدد من كبار قادة قوات الشرطة وضيوف شرف آخرين. تحدث في بداية المناسبة الجنرال عبد الله فضل إيمان حث من خلال كلمته المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر بما أننا بموسم الأمطار، وذلك لتجنب الحوادث المرورية التي تتسبب بها مياه الأمطار، كما أشار من خلال حديثه إلى قيام قوات الشرطة بتكثيف الحملات الأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار بالبلاد. حث مواطني سومالان بضرورة التعاون مع القوات الأمنية. وفي كلمة من المتحدث الرسمي لقوات الشرطة فيصل حيس أشار من خلال حديثه إلى قيام قوات الشرطة بإلقاء القبض على مثيري أعمال الشغب في البلاد في كل من برعو وساحل ومرود الشيح، هذا وسيتم نقلهم للمحاكمة الشرعية. شارك نائب وزير الصحة سعادة حسن طاهر دنبيل في مناسبة افتتاح فرع ثاني لمركز سومالان للصحة العقلية بالعاصمة أرقيسة. شارك في المناسبة مسؤولين وضيوف شرف آخرين. شارك اليوم نائب وزير الصحة بجمهورية سومالان في مناسبة افتتاح فرع ثاني لمركز سومالان للصحة العقلية بالعاصمة هرقيسة والذي مقره الرئيسي بالمملكة المتحدة البريطانية. شارك في المناسبة مسؤولين وضيوف شرف آخرين.
تحدث في بداية المناسبة نائب وزير الصحة سعادة حسن ظاهر دمبيل، أشار من خلال حديثه إلى الحاجة الماسة لمثل هذا المركز وفائدته لمعالجة المصابين بالأمراض العقلية. وفي كلمة لمسؤولي مركز سومالاند للصحة العقلية بالعاصمة هرقيسة، أشار من خلال حديثهما إلى الأعمال والإنجازات التي قام بها المركز، وسيتم خلال الأيام القادمة إنشاء مشفى خاص لمعالجة المرضى المصابين بالأمراض العقلية. من جانب آخر تحدث الدكتور حسين بلحن بكلمة أشاد من خلالها بالخدمات الطبية التي سيقوم بتوفيرها المركز لخدمة المواطنين. كما تحدث في المناسبة الشيخ ظاهر آدم موسى، قدم من خلالها منحة مالية قد قام بالتبرع بها عدد من المواطنين للمشاركة في بناء المشفى. وفي الختام تحدث في المناسبة مسؤولين وضيوف شرف آخرين. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة. تقبل مني وفريق العمل دائما أطيب المنى ودمتم سالمين.